اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. الله صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن أعداءهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيتها الأخوات الكريمات ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيها الإخوة المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي مرة أخرى في درس جديد من دروس تعلم تلاوة القرآن الكريم، سائلين المولى عز وجل أن ينفعنا بها يوم القيامة. تعلمنا في الدروس الماضية أحكام كثيرة، كان أهمها وآخرها هو أحكام الميم الساكنة، وكان للميم الساكنة حالات ثلاث، وهذه الحالات كلها تبدأ بحرف التاء كما قلنا. الحالة الأولى تدغم بمثلها، والحالة الثانية تخفى عند الباء، والحالة الثالثة تظهر عند جميع الحروف. وخلينا ملاحظة صغيرة ويا اللي تظهر عند جميع الحروف، قلنا تكون أشد إظهارا عند حرفين الواو معذرة والفاء. واجهنا صعوبة في كيفية نطق الميم المخفاة بالباء، صحيح؟ وقلنا هذه تحتاج إلى تمرين. طيب، لكن أنا اللي قلت لكم به والقضية سهلة جدا، أنه بمجرد إحنا ما نفتح الفم عدم إطباق الشفتين، يجب أن لا يكون هناك إطباق بالشفتين فيكون الإخفاء صحيحا. طيب، ليش عدم إطباق الشفتين؟ قلنا وذلك لذهاب أصل الميم، خطر ما ننطق ميم صريحة، واضح؟ فراح يصير بهالحالة شنو؟ راح يصير عندنا إخفاء. حتى هم شو يسمونه؟ يسمونه الإخفاء الشفوي، لأنه من الشفتين، هذا اسمه الإخفاء الشفوي. اليوم إن شاء الله نقرأ من سورة البقرة، وأيضا إذا وصلنا إلى بعض الأحكام راح إن شاء الله نتممها أو نكملها. أنت عم منطيني هاي النسخة اللي بين يديك، خلي أقرأ بيها. شكرا، جزاك الله خير. وأنت للمكتب اقتني لك نسخة ثانية وتعال. إذن اليوم نقرأ في الصفحة الرابعة، صح؟ الصفحة الثالثة أتممناها، نقرأ في الصفحة الرابعة ونبين أهم الكلمات الصعبة والأحكام من الأحكام اللي أخذناها. طيب، فأنا كنت أتمنى أنطيكم أحكام الراء، لكن ما أريد أثقل عليكم بالأحكام. خلونا نقرأ إن شاء الله كم صفحة ونستمر بالقراءة، خاطر نشوف قراءتكم. إذن قبل أن نقرأ لا بأس أن تصلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. إذن بداية هذه الآيات الكريمة التي تلوناها على مسامعكم نستعرض أهم الأحكام التي درسناها وتعلمناها من خلال الدروس الماضية. طيب، الكلمة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، مثلهم، عندنا ميم ساكنة بعدها حرف كاف، حكمها شنو؟ الإظهار. طيب، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. لو وقفنا على كلمة نارا شو يصير عندنا هنا حكم؟ نعم، مد العوض، لأن تنوين الفتح وقفنا عليه نعطيه غنة. لو نعطيه مدا بمقدار حركتين. طيب، فلما، هذه الفلما أضاءت، أول حكم عندنا الميم المشددة لازم نعطيها غنة بمقدار حركتين، بعدها الألف، الذي يجب أن شنو؟ نعطيه مدا بمقدار حركتين أو أربعة لأنه من المدود المنفصلة بسبب الهمزة. كلمة أضاءت شنو المد اللي بيها هنا؟ شنو نوعيته؟ مد متصل. حكمه شنو؟ هم قلتوا لي أربعة. حكمه الوجوب. زين، حكمه الوجوب، مقدار مده أربع حركات. طيب، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ذهب الله، الله تفخيم لفظ الجلالة لأنه ما قبله مفتوح، ذهب ما قبله شنو؟ مفتوح. طيب، ذهب الله بنورهم، هنا الميم عندنا بعدها الواو،
تكون أشد إظهارا. طيب أشد إظهارا لأن احنا قلنا مع الواو والفاء تكون أشد إظهارا. وتركهم في ظلمات، الميم بعدها فاء أيضا تكون أشد إظهارا. طيب وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الأخوة خلي يجهزون المايكروفون خاطر نستمع إلى بعض التلاوات. طيب وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ما يصير بندغمها مثل ما قلنا، ما يصير نقول وتركهم في ظلمات، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم، هنا الميم مع الباء، الميم اللي هي أصلها نون وانقلبت إلى ميم، مو صحيح؟ تكلمنا عنها في درس الميم، قلنا هذه النون الساكنة اللي تنقلب ميم أيضا مشمولة بحكم الإخفاء، مو صحيح؟ فإذا نقول صم، أول مرة ننطي التشديد، واضح؟ ننطي التشديد للميم بعدين ننطي الإخفاء، فش راح نقول؟ صم بكم، شوف انطيت ميميا، وحده انطيتها باصلها وغنتها، ووحده انطيتها بس الغنه، واضح؟ صم بكم عم، واضح؟ زين، بكم عمي فهم لا، فهم لا، الميم الساكنه مع اللام حكمها الإظهار، يجب أن تقرأ مظهرة بدون غنة زائدة، واضح؟ فما يصير نتلبث عليها ونقول فهم لا يرجعون، هذا غير صحيح، واضح؟ أو كصيب من السماء، هذه كصيب خلوا تحتها خط شوية، تحتاج إلى عناية عند القراءة بها، واضح؟ صعبة شوية، يراد بيها شوية حركة، هاي الشدة شوية بيها صعبة. أو كصيب، مو أو كصيب، واضح؟ لا، يا إين بيها، أو كصيب، كصيب، واضح؟ أو كصيب من السماء، هنا السماء عندنا مد بيها شو نسميه؟ المد المتصل، ومقدار مده شقد وحكمه واجب. زين، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم. خلطيكم قاعدة حلوة للأخوة القراء، بس دقيقة شيخنا مرخصتك، موجود المايك وإن شاء الله أنتك إياه بخدمتك، بس خلي أبين هذه المعلومة. ظلمات ورعد وبرق، لاحظوا ذن الثلاث كلمات، ظلمات ورعد وبرق، هذه الثلاث كلمات لاحظوا التنوين اللي فوق هذه الكلمات، ظلمات، هذا التنوين صحيح، ورعد وبرق، شوفوا ذني هذا شو نسميه؟ تنوين الضم، مو صحيح؟ هذا نسميه تنوين الضم. نفس هذا التنوين موجود في بكم، شوفوا في بكم شلون مكتوب، مكتوب بهالصورة، مو صحيح؟ جاي شوفونا شلون مكتوب، مكتوب بهالصورة. إذا اجت الضمتين المتتابعتين بهالشكل، هذه معلومة سريعة، بهالشكل معناها الحرف اللي وراء هذا التنوين يحصل بيناتهم إدغام، واضح؟ فتقول ظلمات ورعد وبرق، واضح؟ أما إذا إجا بهالشكل معناته وراء إظهار. طيب إذا إجا بهالشكل معناه وراء إظهار، هذه معلومة سريعة، واضحة إن شاء الله، خاطر تستفيدون من عدها. أما تنوين الفتح أو الكسر، تنوين الكسر إذا إجت
مختلفة بهالشكل، وحدة أطول من الثانية، واضح؟ أبينها أكثر إذا إجت بهالشكل، وأكو تنوين لا يجي بهالشكل، وحدة جوا الثانية باعولة هذه وهذه، أكو اختلاف بيناتهم، هذول متساوين هيك يعني يشكلون مستطيل، هذول لا يشكلون شكل هندسي ثاني باعولهم، واضح شلون؟ يعني مرة شوفوا كصيب من السماء، شوفوا كصيب من السماء، شوفوا الحركة اللي جواها شلون؟ تنوين الكسر بهالصورة صاير، واضح؟ أما مرات لا يجي هيك عدل، إذا إجا هيك عدل معناته إظهار، إذا إجا مختلف معناه إدغام. وهذه المعلومات تلقونها بالصفحات الأخيرة اللي موجودة بالقرآن الكريم، تلقونها بالصفحات الأخيرة. إذا إجا متساوي معناه إظهار، إذا إجا مختلف معناه إدغام. واللي يريد يقراهن يقرأ الصفحات الأخيرة اللي قلت لكم عليها من تقرونها تستفيدون منها، اللي هي مكتوبة اصطلاحات الضبط أو ما شاكل ذلك أو تعريف بهذا المصحف. طيب، باعوا هذه اصطلاحات الضبط، شوفوا اصطلاحات الضبط هذه إذا تقروها راح تستفيدون منها هواي هواي، تستفيدون من عدها اصطلاحات الضبط إذا قريتوها راح تستفيدون من عدها. طيب، تلقون بهذه المعلومات ومعلومات أخرى، واللي ما يفهم منها شيء خلي يجي يسألني، اقروها وتعالوا، اللي ما يفهم منها شيء إن شاء الله احنا من خلالها نتعلم. نعم، لا 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 لا، مو على شنو وراه، تنوين الضم إذا إجا عبارة عن ضمتين مثل هذولي يعني إدغام، وإذا إجا بهالشكل هذا يعني إظهار. إحنا وصلنا تنوين الفتح والكسر يا شيخنا، أنت بعدك التنوين الضم. زين، نكمل. يكاد البرق يخطف، مو يخطف، ها؟ مو يجي واحد يقراها يخطف، لا، يكاد البرق شبيه يخطأ يخطف، مثل من نقول يخطأ هاي يخطف. زين، يخطف أبصارهم، لا حد يقول أبصارهم، دير بالكم، أبصار الراء شبيها مفتوحة، يخطف أبصارهم، والميم الساكنة اللي بعدها كاف مثل الميم اللي بعدها كاف في مثلهم كحكمها الإظهار، كلما أضاء لهم مشوا فيه، واضح؟ هذا شنو حكمها؟ كلما مد منفصل، أضاء مد متصل. دقيقة، خلينا نكمل الأسئلة بعدين، اللي عنده سؤال بعدين. طيب، لهم مشوا فيه، هذا سمينا سمينا هنا الميم شنو حكمها؟ الإدغام، صحيح؟ كلما أضاء لهم، هذا الميم الساكنة، مشوا فيه، مو صحيح؟ هنا نشوف فوق الميم الثانية شنو؟ فوق الميم الثانية شدة، يعني شو يريد يقول؟ يعني يريد يقول إنه هذا الميم مدغمة. طيب، لأن إحنا قلنا أي حرف مشدد يعني مدغم، لكن مو بالضرورة نعطي غنة. الحرف المشدد اللي نعطي غنة فقط هو الميم والنون، لذلك إحنا أخذناهم بدرس خاص سميناهم الميم والنون المشددتين، صح؟ زين، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ميم ساكنة بعدها قاف حكمها شنو؟ الإظهار. طيب، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، طيب أيضا تكون أشد إظهارا الميم اللي بعدها واو، وأبصارهم، إن الميم الساكنة اللي بعدها الهمزة أيضا حكمها الإظهار. طيب، والنون المشددة إن، كنا ما نقراها قبل إن الله على كل شيء، لا، نطيها غنة مقدارها حركتين فنقرأها إن الله على كل شيء قدير، واضح؟ يا أيها الناس، يا أيها الناس. طيب، المد اللي في يا أيها الناس متصل أو منفصل؟ متصل،
طيب أنا أقول منفصل، إيش كم واحد يقول متصل؟ خلي يرفع إيده. أنت مو قلت متصل، ليش ما ترفع إيدك؟ مو قلت متصل؟ إيه؟ يرفع إيدك. إيش كم واحد قال متصل؟ زين، إيش كم واحد يقول منفصل؟ زين، يا أيها الناس. أيها، أقدر أقول أيها الناس وحدها؟ لا ما أقدر، لازم وياها يا، ها؟ لازم وياها يا، ما أقدر أقول أيها الناس أنتم العبيد بعد اليوم. أقدر لو ما أقدر؟ بالخطبة موجودة أيها الناس قالهم أنتم العبيد بعد اليوم، والياء للمخاطبة، الياء حرف مخاطبة، حرف الياء حرف ما ملصق بالناس، مو دائما يعني يجي ويا الناس. طيب الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. زين نكمل، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الميم الساكنة وبعدها الواو. طيب الميم الساكنة وبعدها الواو حكمها شنو؟ أشد إظهارا. زين اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شوف الميمات خير من الله موجودات، مو قبلكم ميم ساكنة بعدها لام، لعلكم ميم ساكنة بعدها تاء، حكمها شنو؟ الإظهار. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، والسماء شنو حكمها؟ مد متصل، مقدار مده ايش قد؟ أربع حركات وحكمه الوجوب. بناء، شوف أنا من عندما وقفت عليها قلت بناء، لو قلت بناء ها؟ لأنك تنوين فتح. والسماء بناء لازم ننطيها ألف، مقدار مده حركتين فقط. والسماء بناء، ما نقول بناء أن زين ولا بناء، ننطيها ألف مقدار مده حركتين، سميناه مد العوض، نعوض عن النون عندما نقف عليها بألف. طيب واضحة هاي لو مو واضحة؟ زين وأنزل من السماء ماء، نفس الحالة في بناء. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. شوف سوينا، من وصلنا لكم في كلمة فلا أظهرنا الميم. طيب فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لما وقفت على كلمة أندادا قلت أندادا، بس من وصلتها ما قلت فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ما يصير أضيع النون، النون عندما وقفت عوضتها بألف مقدار حركتي لأن هي موجودة على كرسي الألف. طيب لكن من وصلتها أقراها نون أشوف الحكم اللي وراها شنو، وهو الحكم اللي بعدها واو، فسويناها إدغام فنقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. طيب وإن كنتم في ريب، واضح شلون الميم مع الفاء حكمها الإظهار الشديد. وإن كنتم في ريب مما نزلنا، ايش كم ميم عندنا؟ ميمين صحيح، وكل وحده اثنين يعني اربعه، فكل وحده نعطيها غنى بمقدار حركتين. مما، شوف ريب مما
ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. شوفوا كل ميم مشددة جاي ننطيها غنة بمقدار حركتين. وادعوا شهداءكم، الألف في شهداءكم مقدار مده 4 حركات. طيب شهداءكم من، ها شنو حكمها الميم مع الميم؟ إدغام المتماثلين. طيب من دون الله إن كنتم صادقين، الميم مع الصاد حكمها الإظهار. زين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم تفعلوا الميم الساكنة مع التاء حكمها الإظهار. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، صدق الله العلي العظيم. طيب وقت الدرس شارف على الانتهاء، إن شاء الله في الدرس الماضي سأستمع مباشرة إلى تلاواتكم، فإلى أن نلتقي في درس آخر إن شاء الله أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.